قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. مساء الخير عليكم وعلى عوائلكم الكريمة في هذا البث المباشر لهذه الليلة، اللي راح نتطرق حول أمور الميليشيات اللي يسمون نفسهم مقاولة ومماتعة، والكباب اللي دا يصير في العراق وسوريا ولبنان، وإن شاء الله الحوثيين جايين بالطريق. أولا قبل ما نبلش، من بنى وأسس الميليشيات ودعمهم وسلمهم بلد مثل العراق؟ طبعا أمريكا وبريطانيا من الثمانينات والدول الإسكندنافية. بالله الدول الإسكندنافية نقول ما كان عندهم اطلاع كامل عن الميليشيات وحقدهم. كلمة الحقد نحط عليها 4000 خط. ولادهم حازم، أولادهم حازم اللي خلعوا التقية عام 2003 وطلع السم اللي كان مكبوت في صدورهم على مدى 1400 سنة. ولادهم حازم اللي غيروا جلدهم مع أي كرسي تبدل بالعراق، من تأسيس الدولة العراقية إلى سقوط نظام الرئيس صدام حسين الله يرحمه. وكثير يقولوا لي أنت ليش تقول صدام الله يرحمه؟ لا، أقول صدام الله يرحمه، وألف مرة أقول الله يرحم صدام حسين والحجاج. هذول الاثنين عرفوا هذا الشعب شلون ينحكم. هذا الشعب مو مريد نعمم، بس نقول 95 إذا مو أكثر بالمية ما يمشي إلا بالسيف. فلهذا أنا أترحم على صدام حسين اللي عرف 35 سنة شلون يسوق هذا الشعب. سمعنا شغلة سوى أخطاء ما سوى، أنا دا أحكي على نظام حكمه. هذا الشعب يراد له هيجي حكم يخليه واحد يمشي يم الحائط. الميليشيات اللي دعمتها أمريكا وإيران باسم الحرية وباسم الديمقراطية، وشون لفوهم من الثمانينات بالتحديد أيام ما بلشت الحرب العراقية الإيرانية، وتسفير هذول اللي يسمون نفسهم الفيلية والمسفرين وهذول يعني التبعية، والتبعية اللي موجودين هسه هنانا شون الخارط وغير الخارط قاعد يمجدون بيهم يتمرغلون بالقاع. لي أنت عارفون ليش؟ الدولار إلى حوبته، وعشاق وعبدة الدولار متواجدين في الصفحات، والناس يقولوا لي يعني انت ليش تركت البثوث المباشرة وكنت تتكلم قبل، وليش قاعد تطلع مرة بالاسبوع؟ حتى هم يعني فد كم كلمة نجاوب على اخوة واخوات، اشكر سؤالهم، اشكر اللي دا يدزون رسائل ودا يسألون. اخواني واخواتي، من اخترعوا اليوتيوب اني بي، ومن اخترعوا النت اني بي، قبل ما يطلعون هذول الزبالات حشاكم وامريكا جت الى العراق وفتحت المجاري وطلعت هذه البكتيريا جماعة المظلومية، ورجعت هذول اللي سموهم تبعية ومسفرين، المهم جمعوهم في مزبلة واحدة هي المنطقة الخضراء. حكيت سولفت وثقت حذرت. احنا شعب ما يقرأ، احنا شعب عنده الصدر والمؤخرة والبطن والدرنفيس. هذن الاشياء المجتمعة هو هذا محتوى اللي يسموه المحتوى العراقي هسه. يعني احنا كعراقيين، يعني من ايام الخير نقول عراقيين، هسه ما بقى عراقيين. لما تشوف العراقية هذه اللي دافعنا عنها وكانت تلقب بالماجدة،
تشوف العراقية وحتى العراقي صار أرخص بضاعة في العالم. يعني بمعنى أدق وخاصة بالتيك تيك على قول الذاكر، لما تشوف العراقية بتبلدك تتعرى وتصلخ وتطلع مؤخرتها وتحير شو تسوي، على مود تاخذ لها كم دولار، على مود يدزولها ما اعرف شنو، على مود يدزولها فد دولارين ثلاثة وتطق وتصير تيك توكية، وبلكي وعسى ولا علفة برلماني، تعرفون دول السفل السرسرية اللي حاكمين العراق حايرين بالأمور، يا قضية عراقية يا أمور عراقية. العراق محترق، هم الشغلة عندهم درنافيسيا، وش اشتري جي كلاس الهاية، اجيب هذا الرانج روفر الهاية، اجيب اللكزز الهاي، هو هذه شغلاتهم. فابن العراق الاصيل اندثر، صار مثل العملة النادرة، شلون انت تفلش لك جبل كامل على مود تطلع لك الماظة لو قطعة ذهب من عنده. هسه صار عندنا شغف نشوف انه واحد طيب وبخير وصدق قلبه على العراق، ماكو عملة نادرة. واذا تشوف الكمية الهائلة اللي موجودة من الحثالات والحشرات يحاربوه ويعتبروه بأنه مريض عقليا، ويعتبروه مو متطور، ومعتبريه بأنه هذا قاعد يتفلسف، فيردون واحد يقعد يتشدب عليهم، يردون واحد يقعد يتصلخ لهم. يعني من أني أدخل على التيك تيك مثلا، الاشكول والأشكال اللي تطلع لي أقسم بالله أدفل مليون مرة حش العراق عليه. هذولا وين كانوا مضمومين يا صدام حسين؟ اسمعني، رحمة للرضا وانت بقبرك، انت شون كنت حاكم دولة؟ شون كنت مسيطر عليهم؟ يعني اريد افتهم هذا الرجل عقليته. هسه تقولوا لي دموي قتل، يستاهلون، وراح تقول لي انت مجرم مثل، لا والله يستاهلون، والف مرة ألف مرة رحمة على روحه صدام حسين، لأن يعني عرف شلون يحكم هيك حشرات، وعرف أيضا من كان يتكلم على الدول الخليجية وقادتها ويسميهم بتسميات، يعرفهم أنذال ويعرفهم خيسة ويعرفهم مشجعين لما يصير بالعراق هسه. ولما قال في يوم من الأيام في الثمانينات في الحرب، قال إيران تريد تحول العراق إلى ضيعة صغيرة إلها، وتحقق كل كلامه تحقق، وقال إذا دخلت إيران بالعراق راح تهجمه وتحوله إلى خرابة، وفعلا صار. الرجل كان يعرف، عنده بعد نظر، يفكر، كان يقرأ. قادة العراق الديمقراطي الآن اللي يعتبروها الديمقراطية الأمريكية، واللي هسه صايرين مقاولة ومماتة عرض اللي جابهم، أمريكا وبريطانيا أسست الميليشيات ودعمتهم ماديا عسكريا وسلمتهم العراق. هسه هذول الميليشيات من كانوا يستلمون لهم 1000-2000 دولار 3000 دولار من أمريكا من بريطانيا، كانش كبرها يمرغل نفسه بالقاع مثل الخارط، على دولارين يمرغل نفسه يصير شيعي أكثر من الشيعة، يصير كردي فيلي أكثر من الكراد الفيلي، يصير تبعية أكثر من التبعية، كل على مو كم دولار. فهذولا سلموهم بلد مثل العراق، ثروات نفطية مائية أراضي. فكانوا يشوفون 2000-3000 دولار تجيهم شهريا، والعقود اللي وقعوها معاهم قبل ما يسلموهم النظام والحكم في العراق، شافوا هاي تفاليس، شافوا قدامهم مليارات الدولارات. فرادوا على أساس يعني يوصلون مرحلة صار عندهم جنون عظمة، من لا شيء
من واحد حافي الناس يركبون زوجته واخته قدامه الشغله مو يمه ثوابا للحسين زين والبتش مالتهم وهذه حسينيين بعد يوصل الى حراسه وجكسارات وجي ام سي وحمايه وفلوس وميليشيات ودقوا له تحيه يعني من واحد هو هارب من الجيش هارب من الجيش ويحط ايده بيد ايران ويقاتل ضد الجيش العراقي يرجع هسه يسموه شيخ المجاهدين هذا القندر العامري هذا العامري يصير شيخ المجاهدين فلما واحد يكفر ولما واحد ينقلب على كل اساسيات الحياة اللي تعلم بيها ويقول لك الدنيا ده تمشي بالمقلوبي فلا تلوموه ولا تلوموه من يطلع من دينه من ملته ويكفر بالعراق واللي خلق العراق هم لا تلومه لان اللي ده نشوفه ده يصير يعني عقليا ما قاعد ترهم بكل مقاييس الحياة إن كانت أخلاقية كانت دينية كانت بيئية ما قاعد تترهم سفلة ناس عشاكم قودوا على نسوانهم وخواتهم وأمهاتهم ما خلوا شي ما سواه موبقات وزنا وسموه سيد ويسموه ابن رسول الله وقال السيد وحكى السيد زين تجي هنا هذول مليارات صار عندهم منك عندهم جناسي أمريكية جناسي بريطانية ألمانية فرنسية أوروبية ما تعرف بنوك موجودة تحويلات مادية وما صدقوا بعد يطلع بجواز أمريكي وفرنسي ويرجع وماخذ عائلته ويروح ويجي وما مصدق نفسه بأنه من هذا الحافي الساقط اللي كان مدمغه يعني أنا واحد سائق كان عندي يشتغل بالخمسة وتسعين يتعين سفير عراقي بلندن ورا ما راح النظام والله طلع مجاهد وطلع من حزب الدعوة سائق عندي يودي ابني عمر للمدرسة ويجيبه 50 pounds باليوم ذاك الوقت كبيرة صار سفير عراقي فسبحان الله أنت من تجي هذه المعطيات والتغيرات بالحياة وتباوع ففعلا أنت تكفر فعلا تقول ماكو عدالة من تشوف ابن العائلة وابن الخير والإنسان المتدين التقي بحيادية بدون تطرف انسحق وبعدين تجي تدوس على رأس الشريف أما يكون بالسجن أو ينخطف أو ينقتل مثل هذا الطبيب الله يرحمه قتلوه طبيب اختصاص أطفال دخلوه قتلوه ليش؟ لأن عالم هذا يفكر طبيب أطفال ليش قتله؟ شنو اللي سواه؟ يجوز حكاية لحكاية يجوز زلة على سيد على نعال طقوه أو مثل ما قاعد سووا بالبداية من هجموا العراق قتلوا المفكرين والأطباء والمهندسين فسووا نفس العملية هذول من جوي واستلموا بلد مثل العراق هذا البلد العظيم اللي بلد يسموه الحضارات اللي طلعت منه القوانين والكتابة والأخلاق والكرم زفتوا كل هذا الشيء طيحوا حظ كل هذه الحضارة اللي 7000 سنة عمرها إيش بقى من حضارتنا هو أسد بابل والزقورة مليانة حشاكم مطال وأسد بابل شارين عليه إحبال ينشفون هدومهم تاريخ مسحوه ساقطين قاعد يطلعون على قنوات وصايرين مؤرخين دجالين وقذرين يطلعون فتحوا لهم دكاكين على القنوات قاعد يطعنون بأعراض الناس بعرض الرئيس أسا رجل مات حال أي قيادي أي قائد مات الشخص من يموت إذا أنتم مسلمين يا مسلمين نقول الميت
هذاك المطي ابن المطي أمام أمريكا يقول من قال الميت ما تسبه، وكل ما يحكي يقول لك ترحم على أبوها أبو لهب، أنا على أبوك لا أبو أبو لهب لا أبو الإسلام اللي أنت وراه. فمن أنت تيجي تطعن بأعراض الناس وكل من تكلم معاك رأسا أختك أمك عرضك تصفط، فأنت كيف تناقش واحد بهذه العقلية؟ وعدنا مطاية مع جل احترامي للناس اللي دا تسمع وجل احترامي للمطي، لأن المطي بيه فائدة أكثر من دولة، لأن خادم للبشرية تقدر تحمل عليه وتقدر تستفاد من عنده. بس هذولا اللي طلعونا بعد 2003، هسه عرفتوا الرئيس صدام حسين الله يرحمه ليش منع النت؟ ليش كان ماكو ستلايت وماكو هذه؟ لأن يعرفكم غالبية الشعب خوات تعرفوها، غالبية الشعب ساقطين ولا ساقطين، بس تفتح للباب شوية انتهى. تيجي عليه يابا تعال ناقش قدام الناس رأسا يستلمك أختك أمك عرضك هذه. فلا عتب من يطلع واحد من أني أغرد في التويتر أو الأكس أو أطلع أسوي لايف يقول لي أختك أمك عرضك ما أعرف شنو. أني إنسان بشر حالي حالكم، أتقبل المسبة. تعرفون ليش أتقبلها؟ لأن اللي سب رسول الله وعرضه وصحابة رسول الله هذولا من المستحيل ما يسبوني أني. أني جابني على رسول الله ما وصل الحذاء أو نعاله، أني جابني على زوجات وعرض الرسول والصحابة ما وصل لهم شبر. تربية الحوزات والمعممين اللي علموا هذولا وزرعوا السب والطعن والقاذورات وكل سموم العالم في أدمغة هذول القاذورات اللي على مدى 1400 سنة يصيحون احنا مظلومين، ولما جت وسنحت الفرصة لهم بالخيانة لطعن هذا البلد وتدميره، الوجه الحقيقي لهذه الحشرات طلعت. واللي قاعدين هسه يدحجون هنا أنا، وأنا أعرف قناتي مليانة ضبان، ضبان مرجعية أو مرجعية، ضبان التجسس، ضبان القنوات الدكاكين اللي يتبعوها، يعني قناة بها 600,000 يصعد وياي 200 أو 300 أو 400. فأنتوا يا 600,000 خشبة بيكم وبالدين مالتكم اللي تآمنون به. احنا مو هنا ندور، انا لو ادور مشاهدات وادور هالسوالف التعبانة وادور فلوس اقعد يومية اسوي بث وقدامكم وانا والتاريخ والجغرافيا والامور هذه، لا لا. تعرفون انا ليش ابتعدت؟ لان كل واحد لازم يعرف قدره. انا وصلت مرحلة من أقعد أتفرج على هذه القنوات يومية طالع لنا واحد، يومية طالع لنا حشاكم فقندرة عتيقة جديدة، أتباوع على حشية هذا إش داي يجيب إش داي يخرط إش داي يسوي إش داي مطرق، ودولة إيه عافية عشتيدك يحبون صدام حسين كلها رايحة صدام حسين الله يرحمه ما أعرف شنو، يكرهون صدام حسين رايحين آه إيشي كذا. فصارت هي انقسامات، ماكو شيء واحد يحشي ويكون محايد، محايد بكل معنى الكلمة محايد، يعني لازم تصير محايد. إذا الرئيس صدام حسين عنده أخطاء احشيها، اترك عرضه، عرضه شيله شغله، عائلته شيله شغله، تحشي على رجال النظام احشي. بس واحد يجي وياك يتناقش رأسا ابن الرفيقة ابن أخت أخت ما أعرف شنو هذه السوالف، هذول الميليشيات اللي ربتهم ودربتهم ومولتهم أمريكا وبريطانيا بالتحديد قبل باقي الدول. هسه انقلبوا على أمريكا وانقلبوا على بريطانيا،
وهسه بريطانيا وأمريكا عرفوا بأنه دولة ولدهم حازم ما يعرفون أمهم إيران ويعرفون كل الزين. هسه الحكومة دا تكلم وخاصة المخابرات يعني البريطانية الأمريكية تعرف هذولا ملة قدرة. أما قدرة يعني شنو قدرة؟ مو اليوم 1400 سنة قدارتهم، واللي صنع العمائم موجود بريطانيا. هذا أنا الخايس اللي قاعد بيها اللي ماذا يخلوني أطلع أخلص منهم. بريطانيا شافوا هذولا عندنا يسوون هوسة، سووا لهم عمائم دزوا لهم إياه. هذا من رسول الله، هذا ابن ما أعرف شنو، سووا لهم تواريخ. ومثل ما قلت وكررت وأقولها وصار سنوات أقولها، المنتصر يصنع التاريخ، لأن اللي الخاسر ما يقدر. الخاسر دائما ليش؟ هسه شلون احنا هسه قاعد نحكي، انا عشت حقبة الرئيس صدام حسين والبكر واعرف ومريت في مراحل وصار فيلم وحكيت ولغيت وسويت. فدائما المنتصر يكتب، الخسران هو جوه القاع ما يقدر يدافع عن نفسه. وحتى لو كان باقي من بقايا جماعة روحي نخلة بتكريت، انتو هم قاعدين تدحجون هنا، انتو هم سفلة ويلات سفلة. تعرفون ليش؟ لان انتو اشتوا بخير صدام حسين، وبخير صدام حسين والفنطزة اللي كنتوا عايشين بيها، وشون هم حتكتوا اعراض عالم ما ننكر، لان انتو مو انبياء، انتو كنتوا اخس من ولدهم حازم. اربع جعب ومسدس وتعوج بحلقك وعجل يابا ما تعرف انا منو ابن عم منو. الرئيس كان هذا رئيس دولة، هذا مو رئيس مركز شرطة يجي يفتر على مركز الشرطة يشوف الشرطة ما تشن. رئيس قاعد تجي تقارير، وغالبية هالتقارير كانت غير حقيقية. ليش؟ لان انت جماعة روحي نخلة بتكريت كنتوا في مناصب ما تريدون توصلون الحقيقة للرئيس، لان تخافون على منصبكم وعلى كرسيكم وعلى على على. فالرئيس شو معرفه؟ معتمد عليكم وعود اهله وقرابته وما اعرف شنو، وانتو دمرتوا وانتو بعتوا وانتو سلمتوا وقبضتوا الثمن وبقتوا ما تبقى من الاموال وعايشين حياتكم. يعني انتو تصوروا في هذاك الوقت عايشين حياتكم برفاهية و بتدمير الشعب. يعني حتى نكون واقعيين، لا حد يقول لي تدافع عن صدام او كذا، لا، هذول الحشرات واللي قاعد يدحجون جماعة ندحج اللي ما طلع بيهم شريف لحد هسه يخرس الألسنة اللي كانت وموجودة وتعمل القصص الخبيثة يعني ديه تكون أعراضكم، ديه تكون أعراضكم وزوجاتكم ونسوانكم، وأنتم قاعدين فرحانين. ومن أحكي وياكم بالتليفون أو تخابروني أبو عمر يعني تعرف إحنا نخاف، وأنا بتركيا لو أنا بالعراق لو أنا لا بتركيا ولا غير تركيا بالأربعين أرجعكم، لأن أنتوا سبب خراب العراق. لولاكم أنتوا جماعة روحي نخلة بتكريت ما كان حكموا ذول الزبالات. السيارات ياريت أكو منفعة من عندكم، ياريت هذه الصفحات اللي قاعد تمجد بالرئيس صدام وأحنا فداء وأحنا ما أعرف شنو، هذا الحكي والقشمريات روحوا ضحكوا بيه على جماعتكم. انتوا لا تحبون صدام حسين ولا لكم شغلة بصدام حسين ولا عمركم حبيتوا صدام حسين. يعني هذه هي هاي العدلة. واحد كردي مثلي ابو دلف بصراوي، واحد من الرمادي، واحد من كردستان، من اي مكان هسه بالعراق، كثير من قوميات مختلفة، عشائر مختلفة، طوائف، أديان،
دافع عن الرئيس أكثر منكم، ما أقدر أقول نسوان أنتو، لأن كثير من النساء أرجل وأشرف منكم، لأن ما أعرف أي كلمة أطلقها عليكم اللي خليتوا حثالة وقذارة العراق تتكلم على رئيس أنتو كنتوا عايشين تحت خيمته واستفاديتوا منه بحضوره وبمماته. هذا الرئيس اللي وكلكم ولبسكم وسواكم أوادم أنتوا أول من طعنتوا به، هذا الرئيس اللي خلاكم الناس تطفر منكم كيلومتر من تشوفكم، وبعدين بعتوه وبعتوا أسراره، وهذا النامق وغير النامق وسلوان الملطلط وفلان وعلان، ويومية طال عنا واحد يخرط بالأربعة وأربعين، أحاربكم أكثر من ولد حازم. والمصيبة الأكبر، أنتوا ليش قاعد تتربون؟ لا والله، اللي قاعد بالأردن واللي قاعد في تركيا واللي قاعد في أوروبا، دناءتكم وخستكم ونذالتكم ما شفت مثلها. يعني أنتوا دولة ميليشياوية قتلت ابن عمكم الرئيس عدمته في أيام العيد، أول يوم العيد، تنسون كل هذا، بس الفلوس اللي سرقتوها وتعيشون بيها تروحون تسوون تجارة ويا الميليشيات؟ يعني هذا حتى المجنون ما قاعد يعقلها. من زيتوني وعجل يابا، هسا أقول لك تصور تكريتي ومن أهل العوج وابن عم صدام نسى كلمة عجل يابا وكذا، قام يحكي أقول لك يخوض هريسة وتم نقيمة ويتمرغل بالقاع لدول هذول الضروقية، راح نسميهم سرجينية، أهل السرجين. تعرفون السرجين ياهو؟ الخبز بعروق مات الهايشة، انتو سرجينيين بعد، هذا تسميتكم، جماعة المظلومية، جماعة احنا الحسين واحنا ما اعرف شنو هالكلاوات، انتو سرجين. والسرجين اللي ما يعرفه، اكو كثير من اخواننا العرب ما يعرفون السرجين واللهجة العراقية، اللي يسموه مطال، اللي هو خبز عروق اللي يطلع من مؤخرة الهايشة، واللي ما يعرف الهايشة موجود بأمريكا فاتح قناة. فأنتوا جماعة روحي نخلب تكريد، أنتوا لازم تنمسحون أكثر من ولدهم حازم، لأن سرسرية ساقطين. تجيني رسائل أبو عمر شوية خفف علينا، أبو عمر هذه، وأكو مباريض ثانية تهدد، ترى أطلع وتعرف شحش عليك وعرف ماضيك، إيش تعرف ماضي؟ يارجعك بالأربعة وأربعين أبوك على أبو الماضي ماتك، وش تكلفني؟ كم ألف دولار يجوك يحطوك ويسوي لك يا أبو فاضل، بس أنت تصيح يا أبو حسين، زين؟ سرسرية أنتو فتفج. يعني والله العظيم أتمنى، يعني أتمنى هيك تمني أحكم العراق سنة، أقسم بالله ما أخلي لكم أثر، ماكو شيء أصلا. السجون أصلا نهائيا كلها أهدمها، ماكو سجون، كل شيء تسوي إعدام، ماكو يعني لا محكمة لا بطيخ لا هذه، سلطة قضائية أي واحد مخالف لأي شغل إعدام. شوفوا بعدها شلون النظام راح يمشي، لأن هذا الشعب ما يمشي إلا بهيج بالأربعة وأربعين. لا مخالفة راح تشوف، ولا تشوف معتدي، ولا تشوف سارق، ولا تشوف واحد يقتل بعد أبد نهائيا، لأن يعرف لو مخالفة مرور إعدام بيها. شوف وراها شنو اللي يصير وشنو اللي راح يصير، ناس ساقطين، غالبيتكم ما عندكم اي ولا
بيقول لك أنا عراقي أصلي. اقرأ التاريخ احنا منين يا أصل. أصل العراق، أصل العراق هم أو اليهود والصابئة واليزيديين والمسيحيين والكلدانيين والآشوريين وكل هذه، وبعدين جينا احنا المسلمين قعدنا العراق قدر نفيس. من ذاك اليوم لليوم الله العراق ما شاف بي خير، من مذبحة إلى مذبحة، من قتل إلى قتل، من تسليم إلى تسليم، ما شفنا راحة على مدى. وهذا قاعد لي كلها تريد كراسي، يقولوا لي كاتبي لي رسائل. أها عندنا عندنا أخ هنا أخوي أبو أمير على البث المباشر. حياك الله أبو عمر، تحياتي لك. الله يسلمك، الله يسلمك. والله زين خابرت لأن أعزائنا المدحجين ويانا الله يسلمك، الله يسلمك. يابا احنا من رخصتكم شوية نوقف عن القصة لأن الأخ أبو أمير. أنا ما أدري أنت بالبث المباشر ده هفت شوية اتصل بيك أبو عمر. لا 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 عادي عادي، خلي أنت أهم شيء اتصلت حتى توصل الأمر اللي ردت توصله، وخلي الناس تسمع وبعدها أرجع للتليف مالي. خوش حكاية. ان شاء الله تحياتي لك ومتابعينك، ربي يحفظك ابو عمر. مشتاق لك طبعا، صار فتره ما متواصلين بس تواصلنا قبل اسبوع الصور. الله يبارك بعمرك وبعائلتك ويحفظك. هسه بس قبل ما نبدي، قبل ما نبدي ابو امير، انت على شو اسمه يسموك ميليشياوي، وبالتويتر صدامي بحثي. هسه احنا نريد نعرف انت من يا جهه. والله يا ابو عمر شوف، مع الاسف وصل المرحله العراق الى مكان ما يستحق العراقي صراحه. يعني رحم الله والديك عراقي. يعني انا كثير هوايه مثلا الناس، وتعرف على تويتر مرات نتناقش وتفتح مساحات، فمن من من تكتب انه ياب العراقي مثلا ما عنده انتماء غير بس البلد، هذا ما حد ما يعبرك يعني. لا لا ما يقول لك روح، يقول لك دروح يا اخوي انت والله بطلان، يا عراقي بس عراقي، يا اما يجيك ولاء يقول لك انا قامنئي وما اعترف باي حدود، بحيث انه فكرة رقم 11 هذا الولاي، يا اما يجيك مثلا فلان من الناس يقول لك مثلا الله يحفظه والله يرحمه ويعوج لك بحلقة، ما اعرف يعني. اي هم دولة دولة هذا يعني انت ليف فيهم دولة جماعة تروحين اخلب تكريت. اي يعني مع الاسف يعني يا اما تنتمي الفئة، يا اما تطلع انت هاي الفئات اللي عددناها، الولاي شمرك على الصدر والصدري شمرك على البعثي والبعثي شمرك على ابن ام حازم وتحير. يا ابو الحجي يسلم عليك ويقول شلونك حجينا. حجي منو؟ ابو اي زعلت حياتي انا مشتاق له والله، كان تعرف كل مره اسال عليه بس هو بدات ميزه. هاي حجي وزير اوقافنا سمعت؟ تحياتي تحياتي. الله يسلمك. انا ما اشوف البيت والله صراحه. لا لا تشوف لان شو اسمه ترى نازع ونازلهم. يا ابو عمر اليوم العراقي بدون انتماء صار عمله صعبه بصراحه. صح والله عمله صعبه، وتحصله من تحصله بحيث تقول لي وين شنت، مثل مثل متى تشوف يعني مثل بغداد يعني. صار بالضبط بغداد، من تشوف واحد بغدادي ويحب بغداد ومن اهل بغداد واصلا من بغداد تقول انت وين 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 حاليا وين عايش، يا اما تلقاه مهاجر ما اعرف يعني اكو فد شيء مع الاسف جهل وتغيير كلش قوي بالعراق. انا بدي اسولف بموضوع ابو عمر بعد اذنك طبعا. اتفضل اتفضل. والموضوع بصراحه الي ضوجني، انا سولفنا بياني قبل اسبوع وبصراحه الي ضوجني. انا هذا الشخص اللي ما اريد اذكر اسمه ما اعرفه بصراحه، بس انا بدي اقول له يجيب طاريك ويحكي عليك ما اعرف يعني. اي انت طلعت مو انا قلت لك، بقول لك قال انت ولطيف كذا وهذا. اي يعني انا بصراحه والله وتدري الله يشهد علي انا ابتعدت عن هاي المواضيع نهائيا، لا تابع احد. صح. وقنواتي شلت الفيديوهات لانه وصلت بمرحله بصراحه شفت حالي انه يعني شنو المزعطه يعني. انا غلطت بصراحه، انا واحد يحكيها لله انا غلطت، فتتي بيش موضوع كنت مفكر انه والله العراق ودافع عن العراق وخطيه، طلعت انا مو قلت لك انا غرد خارج السرب ويا عراقي يا بطيخ حسب نظره العراقيين يعني. المهم فماكو موضوع نزل فيديو وسولفت لك انا اخذ رايي بهذا الموضوع، لان الشخص اللي ينذكر هو يعني خصني كل شيء خصني.
صح. وانا اتذكر حسين العلي الله يرحمه. الله يرحمه. ايه اكو شخص بدون ما اذكر اسمه اللي هو يجيب طاري ما اعرف ليش يعني يريد كأنه الخارط. الخارط انا اقول لك الخارط يريد يعني كأنه ما ارجع اعرس عليهم مثل قبل وخليهم يبكون مثل النسوان وما لي خلقهم يعني مو ما فارغ لهم لانه اللي الشغل اللي عندي ما صح ما عندي مجال لهم اصلا. والله يا ريت اخوي ابو امير انت تعرف المرحوم وكنت عايش وياه ويا ريت توضح للناس الكذب مال هذا الكذب مال هذا الشخص اللي سوى القصه. عبد سولف لك هذا يقول هو طبعا عنده اغنيه مصورها ايه بزمن صدام بالتسعينات وبعد هاي الاغنيه هو ما صور مو حسين العلي الشخص اللي حكى على حسين العلي. نعم وقلت لك والله ترفع اذكر اسمه لانه القصه انا ما قلت لك ما ترى بس القصه اللي سمعتها هذا زوليال فيديو القصه اللي حكاها كلها كذب. شلون اسمع يا الخارط انا كنت اشتغل نفس المصلحة اللي يشتغلها هو. نعم تمام بالحرية الاولى اول ما تدخل الاولى. نعم. اكو مكتبين مكاتب موسيقى اللي على اليسرى مكتب الشمس ذا واحد من الحرية الاولى من متابعينك المحترمين. نعم. يعرف انه هذا المكانات اللي راح اقولها مكتب على اليسرى اول ما تدخل يم الدور تصير الدور على ايدك اليمنى دور شو اسمهم نسيتهم دور ضباطه وهيجي اول ما تدخل الاولى شارع الرئيسي مال الاولى يصير على ايدك اليسرى مكتب الشمس وعلى ايدك اليمنى مكتب اسمه مكتب البدور مكاتب موسيقى هاي داح كان بزمن صدام هسه ما ادري وتصير لي قدام منهم القهوه اللي كان يقعد بيها ابو كاظم السهر الله يرحمه. نعم هاي كل احداث انا كنت هناك موجود فكنا نشتغل بمكتب البدور اني عقيل موسى حسين العلي الله يرحمه اخو مهند عازف الاورج. نعم تمام. نعم. فكنا نلتقي هناك من الصبح لليل ونسى وضحك وسوالف. فاول نقطه حسين العلي ما كان يلتقي بالمنصور هاي النقطه الاولى ولا له علاقه بالمنصور. حسين العلي بعدها انفصل الولد من المكتب مو انفصل انه بحيث ما يلتقي بيه لا ما يشتغل يعني يجي يلتقي والسوالف بس ما يشتغل بنفس المكتب لان راح لزم قاعه المربد اللي هي كان متعاهده ابو طيبه الله يذكره بالخير او الله يرحمه الله اعلم حاليا هو وين قاعه المربد اللي يصير بصفه جامعة قاعه الجنان قاعات اعراس اثنيناتين وكانت بالمناسبات انه بصحة الاحتفالات. نعم. بصفه مسرح المنصور ما مسرح المنصور مسرحين اكو قاعتين اعراس مقابيل الساحه بالضبط الاقواس تصير مقابيلها حتى اعطيك العناوين بالملي مثل ما يقولون. نعم. فحسين العلي اخوه مهند هو اخوه راحوا اشتغلوا وقعة المربد اللي اسمها عقد اعراس هناك كانت تصير حفلات فهم يوميه هناك يتواجدون يشتغلون. بعدها حسين ما قدر يدبرها لانه حسين كان بالرمادي وبصلاح الدين وبالدجيل وبهاي المناطق هو كان مرغوب كلش مرغوب لان صوته الولد الله يرحمه ريفي طبعا اللي احكي لك عليه ابو عمر. نعم. حسين كلش مؤدب الله يرحمه مهند كلش مؤدب الله يرحمه مؤدبين ناس متربايين وعلى فكره هم دليم ها. نعم. اللي الشخص اللي ذكرها ده يقول لي قال اني كنت مرغوب بهاي المناطق اللي هو ما اعرف صوته جاي ينوص زين فيقول اني مرغوب بهاي المناطق وحسين العلي جبت اخته وحسين العلي هو كان يشغلنا بهاي المناطق هو كان يشغلنا انه بحيث يوزع بهالحفلات وما يلحق المهم فبعدها ما قدر حسين لانه حفلات عنده هواي بهاي المناطق اللي ذكرتها ضلوعيه دجيل المشاهد صلاح الدين الرمادي بس اكثر شيء هو بالرمادي لان هو من اهل الرمادي ابو عمر اي بلي هو من اهل الرمادي وقاعد بالحريه كان وبالحريه الاولى هم كان قاعد المهم فقلت لك ما دبرها انا بوقتها رحت لقات المربد اشتغلت بيها وهو تفرغ لهاي المواضيع تمام زين فالحفلة هي مال القائم يا عزيز اللي انت تقول انه انا وديته الها وما اعرف شنو حسين كان هو اخو مهند بالحفلة ويا عازف ايقاع اسمه صلاح انقصفت هاي الحفلة وتوفى هو انقتل بيها الله يرحمه هو واخوه ولد عازف وياهم اسمه صلاح وصارت الفاتحة بقت انا كنت بلبنان انا كنت مسافر انا طلعت 2002 ابو عمر نعم نعم تمام سمعت بيها والسوالف هاي بس مال حسين رايح للمنصور وما عندي شغل ويا ريت والله تعطوني حفله حسين اصلا ما يلتقي لا يلتقي بمنصور ولا بطيخ والنقطه الثانيه اللي هي بوقتها بينت كذب القصه اللي حكاها يعني وعي يقول دزوا عليها الامم المتحده
قالوا لي انت ميت. شوف هنا انا اريدك تركز وياي بهاي الموضوع. نعم. اول قال دزوا علي قالوا لي انت ميت. قلت لهم لا انا ما ميت. شلون ميت؟ قالوا لي لا مو انت مو رايح بهاي الحفله وقصفت ومتت. يقول انا بعدين راجعت ذاكرتي تذكرت انه انا صدق هاي الحفله كانت عندي. رجع الباك جراوند انه انا دزيت حسين العلي. وبنفس الوقت حتى يبين كذبته وش قال اني الحفلة أنا يعني هاي الحفلة وهذا الموضوع كله أنا قدمت اللجوء مالتي على هاي القصة. طيب أنت شلون على هاي القصة مقدم لجوك وشلون لما قالوا لك أنت بهذا الموضوع نسيت؟ مع حبل كذب. حبل كذب أخوي قصير. فأي واحد أي واحد يرجع للقصة يشوف هاي القصة اللي حكاها بنفس الوقت هو كان متناقض بين هاي القصتين. دزوا عليه الأمم المتحدة قالوا له انه انت يا انه انت ميت انه هاي الحفله انقصفت. وبنفس الوقت هو نسى هاي الحفله ناسيها. بعدين رجع بالباك جراوند وحسين العلي ومات بسببي. بس انت مقدم لجوء على هاي القصه. انت تقول انا قدمت لجوء على هاي القصه. ايه لا يعني انا كلامي فيها غلط. اي واحد قال لي روح يرجع علي هاي القصه اللي حكاها راح يلقى كلامي صحيح. اوكي. وبنفس الوقت هو متناقض بين الحالتين. شلون نسيت وشلون انت مقدم الكيسة والقصة ماتك على هذا الموضوع. فيا ابو عمراني هذا الموضوع بصراحة للامانة وللتاريخ الولد متوفي ما يصير نجيب طارية انه احنا على مود نستغل دماء الناس على مود رحت لامريكا. الله يوفقك الله يرزقك ويستر عليك وعلى عائلتك. ما لي علاقة بخلافاتك ويا الناس بالسوشيال ميديا. اتمنى ما تجيب طارية لان انا انعزلت على هاي المواضيع واذا ارجع اعرس عليك وعلى مو بس على غيرك انت وهذاك الثاني. فاني لا علاقة بأي واحد ولا مو قصة شيء. بس احترام وشيباتي وكبرتي وعمري وما بدي ادخل في هالمهاترات. انتو ناس انا حكيتها لك ابو عمر هاي ناس رزقها علي على السوشيال ميديا على الشداوة على السوبر شات وهالمواضيع هاي. انا رجل غلطت من دخلتي بيش موضوع وخسرت من جيبي. وانت تعرف ابو عمر اعرف فانا شفت نفسك واني اكبر من هذا الشيء. فما يعني خلص يعني الرجاء لا أدخل بيش موضوع. أنا حكيت هاي القصة لأنه الولد صديقي ويقرب لي بس من بعيد. بس الرجل اللي حكى هاي القصة كذب أمانة الله. الرجال حسين العلي مو هذا الموضوع اللي حكى هو ولا هو دازة ولا له علاقة بالموضوع. الله يشهد علي أنا الرجال مشتغلين أنا أكثر من 7 سنوات أنا ويا عقيل موسى بعد من تريد مطربين الحرية كلهم الموجودين كنا نلتقي بمكتب البدور ومكتب الشمس وأي واحد من الحرية. صور بثك مسجل أبو عمر؟ لا هذا البث مباشر هسه يعني مسجل اي واحد يقدر يرجع بعدين يشوفه قصدي. اي طبعا اي طبعا اي ف اللي من الحريه خليه يدخل يقول انه انا كلامي اذا بي غلط. انا ذاك الوقت خسار لاي شيء ذا احكي اذا اي كلمه انطيتها حتى بالنقطه الداله. لا انت محشوم. هو شوف هذا الشخص بنا هو ما هو عبارة عن كذبة كبيرة. مصدق نفسه ومصدق نفسه هو فتشي. فللأسف للأسف اللي ديمشون وياه وماشين وياه هو استغل عقليتهم. هو اللي انكاو اللي حشاك عبر مراحل الإنسانية. الله يشهد مرات السولف عليك. بس أنا هذا الشخص والله الله يشهد ما أعرفه يعني حتى بزمن صدام ما أعرفه. هو من يعرفه؟ ما حد يعرفه وربك ما حد يعرفه ما حد يعرفه. هسه هو الله أنا بس نصيحة والله عمي الله يوفقك ويرزقك. اترك استغل هاي السوشيال ميديا. أوكي أنت امشي بهذا الطريق بس ما لك علاقة بفلان. قال وفلوس شبك على فلان وفلان ما أعرف منه. وذاك اليوم دزولي فيديو إنه أنت جاي طاري لي. زين أنا أعرفك تعرفني حاكي عليك مديك داق بابك عمي. زين واني يعني ما اعرف انت سامع بي لو ما سامع بي. اذا تركب براسي وحق النبي محمد افتح لك القنوات وافتح لك الدنيا كلها ودا على الشهرة غير على الشهرة بالغلط. يا هلا وسهلا مثل ما يقول تلقاها برحاب الصدر. فاذا تريدها على الغلط والسؤال والله يعني خلي احكيها بالبث. الله وكيلك بطل جاك داني اصبح 15 يورو اعرس عليك وعلى الدنيا كلها. زين ما تخلى عندي بس يا اخي انا بعيد تعوفني بعيد خليني ساكت. لا تجي طاريني هاي. مو هو يسميك انت بعت صدام من جماعه لطيف وعلى تويتر الولائيين ما اعرف شو يسموك. شو شغله هو قلت لك اليوم عمي انا يعني شلون والله مصيبه انا كلبي بالكلب. لا حشاك يرحم والديك. لا لا يعني والله كارثه يا اخي كارثه. منين تخلص من العالم هاي ما تدري. كلهم الله وكيلك سعرهم بسعر كارثه بالخمسه. لا كارثه بالخمسه هواي عليهم.
شوف حالك، شوف شغلكم انت وذاك كنا دوب ايه ذاك ده وصفه بالتهرب عمر، هذا بطريق امريكا والله ما اعرف، هاي هم قاعد 24 ساعه قال طويل العمر قصير العمر، هو هاي كل واحد لازم له شيء. اي والله هذا كل صوت هزاح، كم مره قلت له هزاح بطل عوف السؤال ما يقول هذا هزاح وزير اوقافنا ما اقدر، لان هسه تعرف هو حجي يسوي له فتوى علي صحيح حجي، بس ما عندي حالي بمكه يم بيت الله. لا والله انا حجي وعينت وزير اوقاف بالقناه. يلا الله يوفقكم ابو عمر حبيبي، يحفظك ان شاء الله حبيبي، شرفنا بيك، تحياتي لك والمتابعين، بارك ابو عمرك والف شكر على الاتصال ما قصرت، هذا للتاريخ خلي الناس تفتهمها ان شاء الله، تحياتي الله يبارك ابو عمرك، الف شكر، مع السلامه. مع السلامه. ها يلا يا الخارط اقعد سوي قصص بعد، كل ما سوي لك قصه نجيب لك واحد يفلسك، وهذا التسجيل راح يبقى، واذا تمسح الفيديوهات مالتك فامسحها لان هي تحملت كل كذبك، هذا اللي من فتحت الدكاكين مالتك لليوم كل شيء نزلت كله تحمل، لان قانونيا تتقاضى، اما امريكيا فدرنفيسيا هم راح تتليف، فانت انت هيك واحد فرس نهر بعد، يعني واحد شي يسوي رجل التهابات اخو سهى، يعني سهى السحارة بالاعظمية، قول له سهى ام الفنجان اختك، حتى بعد تسميني اخو قلالة مو نعرف اهلك، وقلنا لك ابتعد ما نريد نجيب طاري اعراض، بس انت تفرض على الواحد لازم نتكلم بلغتك حتى تفتهم، نتكلم بلغتك حتى يعني حكينا وياه قلنا لك عوف الاعراض عوف الاموات عوف كذا ما دا يفيد، فاذا تريد معلومات ترى عائلتك كلها يمي بالاسامي وبالمناطق وين قاعدين وكل شيء، ولو انت ما همك، لان انت اولا بقت امك وبقت اختك او اخوك، وهذا السافل الثاني اخوك اللي ببلجيكا باق اخته، وعائله هي ساقطه من اساسها، فانت واحد زباله مو مشكله. نرجع الى موضوعنا، هذول جماعة الزبالات الميليشيات تربية امريكا والتقية وكل الحشرات اللي لمتها امريكا وجابتها للعراق تحكم، شافت المليارات فقام يعني يصير عندهم جنون عظمة، شلون هذا الخارط طلع اول شيء يتمسكن وهذه ونظارات مايا خليفة لحد عود، كم واحد صاح الاستاد استاد على شنو ما اعرف، كم واحد صار اي استاد ويستاد ويستاد، هذا صار عنده. شوفوا اكو ناس ما يتحملون يعني عقليتهم، يعني هم حشرات، يعني انت تجيب لك ذبانة مثلا وتقول للذبانة الله تخبلين يا الزنبور يا النحلة، الذبانة ما تصدق نفسها، يعني صار زنبور صار نحلة يعني كبر، فمثل هذا الحشرة اثنين بالشارع ما يعرفوا، والله سألت ناس قلت لهم يابا هذا، قال لي هي أغنية واحدة والكاولية مرته جابها من الكاولية وقعد، هذا هو هذا كل إنجازه، طلع قام يوميا قال علي حسن المجيد وقدام عيني عدي شمر واحدة من الطابق الدعش و لا، والجماعة جماعة عدي اللي أكثر يطيح دين ديني يخابروني يقولي ترى هذا مو حقيقي، اذا طلعوا احجوا شبيكم خايفين شبيكم، ترى حياة واحدة يا ناس يا ناس، الحياة واحدة، اليوم ننام باكر ما نقعد، سجلوا بصمتكم للناس اللي قاعد تزيف التاريخ، احجوها قولوا يابا هذا الكلب ابن الستعشر كلب اللي طلع لنا على غفلة، ترى هذا دا يخرط، هذا كان يجيب مرته انه مو انتو حكيتوها، اطلعوا احكوها للناس. فيا ناس هذول الميليشيات بالعراق ما تحملوا ما استوعبوا هذه المليارات، ودولة مثل العراق هذا العظيم صار بيدهم انقلبوا وين على اللي جابهم ورجعوا الى حضن ايران،
وصار عندهم علي خامنئي هو الرب، وصار وصار ما قاموا يتحملون. يا بأمريكا تقول لهم قعدوا نشبوا كافي، لا، مثل الخارط ابن الخارط، تحكي يا مثل وادم ما يفيد. قاموا الامريكان هفوا لهم كم صاروخ، سووا كباب هذا ابو مندي المهلس ودايح سلاح فاتي، واخر واحد هذا قبل كم يوم ابو باقر الساعدي، جابوا كل ايراني. انتوا هذا شفتوا هذا ابو باقر، شفتوا شكله بربكم هل هو شكل عراقي؟ ايراني خط ونخلة وفسفورة، وللأسف ما يسمى بالعشائر العراقية، وهم مو عراقيين. قامت تجيب الايراني تطلع له جنسية وشهادة جنسية وتعطي شهادة نسب لهذه العشيرة، مثل ما يسوي هذا الدايح ابن الدايح اللي هو زعيم عشيرة الرئيس صدام حسين، قام يسوي شهادة نسب ب1000 دولار، هو قاعد بأربيل. وشكو ساقط يقول له شو تريد، ألبو ناصر لو ألبو غفور؟ ألبو ناصر بهالقد وألبو غفور بهالقد، ويجيب له كم سرسر يمه يختموا له ويوقعوا له. هو هذا العراق، يعني زعيم أو رئيس عشيرة صدام حسين وصل إلى هذه المرحلة. فلا عتب، لا عتب على دول اللي دي يجيبون الإيراني يطوا الجنسية ويطوا شهادة ميلاد يسووا له وكل شيء ويطوا راتب راتب. يعني انت تعرفون كم إيراني بالعراق عندهم رواتب يأخذوها من العراق هم إيرانيين؟ تعرفون تعرفون نوري تنكة صدر قرار بإعطاء رواتب لما يسمى بقتل ذول السفل الإيرانيين اللي حاربناهم 8 سنوات، سوى لهم رواتب. يعني السفالة والعمالة وين وصلت هسه؟ هنا أنا هذا جايبيل محمد زواع الأرجنتيني، رئيس وزراء ما يسمى بالعراق سابقا، مو هسه بعد ماكو عراق. يقول لك محمد زواع الأرجنتيني هذا إنسان نزيه وشريف، أخوه عباس يقعد في فندق ويعين فلان وفلان وكل مدراء العامين، إذا ما عباس أخوه يوقع ما يسلمه وخليه يطلع يقول كذب. وثانيا ثانيا وهذا الأهم، محمد زواع الأرجنتيني أول ما استلم رئاسة الوزراء، أول الإعمار وراح نسوي ومترو بغداد ونفق بغداد وجسر بغداد، آخر شيء هسه سوى راح موقع عقد ويا أسهاب لبنان. أنتوا أهل لبنان عندكم مترو؟ ما عندكم مترو. عندكم قطار هذا الفضائي؟ ما عندكم. راح وقع عقد مو ويا شركة تجي تبني المترو، لا، شركة استشارية، يعني ترك اليابان وترك سنغافورة وترك البلدان اللي متطورة وأدها هذا المجال وتقدر تسويه بأسهل الطرق وبأرخص الأسعار، لا، راح أجر شركة استشارية، يعني مو راح أصلا تبني، استشارة بعقد ب1 مليار دولار. هذا النزيه الشريف محمد زواع الأرجنتيني، يعني ما عندي أتصور، عندي صورة إذا ما أعرف موجودة ولا لا. الرجل نزيه، واحد يحشي ضميره، جدا نزيه، ما يمد ايده على الحرام، حاط أخوه عباسي هو يدير الأمور، هو ما يأكل حرام، أخوه هو يودي، بس هو ما يستلم بيده، حاط أخوه يروح يوقع عقود. زين لبنان لا بيها مترو ولا بيها قطار فضائي يفتر، رايح مسوي لي عقد ويا شركة استشارية في لبنان. ليش دائما لبنان؟ لأن جماعة حزب الله هناك. شركة استشارية تيجي تسوي تخطيط لمترو بغداد،
زين هذه ألمانيا، هذه اليابان، هذه هذول الدول ما يعني ما شفتوها وما تعتبروها فلسلة دول متخلفة. ليش ما بيها؟ لأن ألمانيا واليابان وكل هذه الدول الغربية المتخلفة ما بيها معصومين ولا بيها أئمة، ولا الحسين فات بيها وتقصى ويا عيني على العباس، يعني بتشيتون على شنو؟ لا يا سرسرية يا ولد السرسرية، 21 سنة راح يصير أم العراق. شو اسمه ما خليت وشي بالعراق ما أن باسم الحسين أو باسم العباس. فيديا باو علي احصونه وبعران وشايلين الكاظم وحاطين لهم برج فوقه وأخضر بخضر أنا أول مرة أشوف الكاظم هو ماخذيه للسجن بس بيده موبايل. هذا الكاظم موديل 2024 حاطيه بالقفص وأخضر بخضر وقاعد يخابر. هذه مو معجزة، خلينا نقول بخارط عليكم، هذا معجزة يكتب واحد، إذا مو معجزة كتبوا اثنين. لا ولاد السيبندية، عراق مقلوب على مدار الساعة، قال لحسين حكى العباس، قال الكاظم اليوم زينب راحت واليوم ما أعرف شنو. هالمرة قبل كانوا يسموهم موسيقى الجيش، هسه يسموهم لطامة الحسين، كان يسموهم فنانين ومطربين، صاروا هسه ينحون وينحون على الحسين، قال الحسين وحش العباس. كل مناسبة يجي القفاص رقم واحد بالعراق المطرب الفنان باسم الكهربائي، ايدك لي فوق وعباس والفرقة السيمفونية وياه، ياخذ لعشر دفاتر، دير وجهك وارجع للكويت او للبحرين وقعد وتونس، وان على ابو فلان على ابو الراح على ابو العجر. فاني اريد عندي شغلتين اريد اسويها، اريد اقلب القناة من سياسية الى شغلتين، واريدكم انتو تساعدوني ايها الرفاق البعثية النواصب جماعة اريد اقلب القناة اما اصير رادود حسيني فاكتب واحد، او اصير مطرب واغار من الخارط اكتب اثنين، خل اشرب مي نعلى على والد والديهم. اي رادود حسين اي اللهم صل. هقعد قلت له يا حسين يا حسين قبطوا لك يا قصدي يعني يا حسين يا حسين سووك يلك. لا مو يلك، هو سووا لحسين قط ابو ثلاث شو اسمه ثلاث قطع. ليش ثلاث قطع؟ لأن قطعة بالعراق بقت، وقطعة ودوها لمصر، وقطعة ودوها لسوريا، فصار قط ثلاث قطع. الله شاهد على مود العراق. يعني أنت قاعد رب لي قمز أنت وأخوك الحسن، الحسن قال لك لك عين يا أبو علاوي، لك فدوة للدعاب والماتك، اقعد وانشب طيع واسكت. هذا صاحبنا معاوية ويزيد، هذول ترى شو اسمه يليفوك اذا رحت. قال له لا، بيت المال يموتون على المال، يعني من ذاك الوقت يموتون على المال. فقال له حبيبي دحج انت، دحج لي قدام زين. قال له هذا البلد يعني ماكو نبي، ماكو الله، ماكو هذا، ما داعي عليه، فلا تروح ترى يليفوك، ترى يحطوك ويطوك اياه ما فات. قال له اروح اصلح دين جدي. فقال له عيني دخذ العدة وياك، هذا الدرنفيسات، هذا الشلابتين، هذا. قال له شنو الشلابتين؟ قال له انت مو تروح تصلح دين جدك، هذا العدة ماتك اخذه وروح. قال له لا يلا هيا يا قوم. اخذ مرته والجواري، زين هو اسلام مو ما بي جواري، مو يقول دين حرية وكذا. اخذه راح ماخذ القافلة والبعير ماته ستريتش، تعرفون هذا قائد ما طول قائد، البعير مات 18 هذا شو اسمه ومكتوب عليه جي كلاس 860، قيادي بعير قيادي. قال له يا غلام تعال آتي ببعيري الليموزين المدرع. صحت ومشت القافلة وفاتح هيثم يوسف ومرات قلبه، قال لك جدة للخارط هم كان مطلع أغنية وكان بذاك الوقت
فقال له رفعوا الأريل، رفعوا الأريل وكنا ودق دنابوق وما أعرف شنو، وصلوا للكوفة. هاي سوالفهم، وصلوا للكوفة بسيارته البعيرة المكشوفة. قال له ها دحج ذول أهل الكوفة، قالوا لك تعال هذه تعال ما أعرف شنو. قعد يزيد ومعاوية ليفوا شيء شو، سووا كباب مثل ما المطار بس ما ذاك الوقت، وزعوا عليه ونعلوا دين دينه وقالوا له روح. وهاي من ذاك اليوم لليوم العراق ماكل شو اسمه الله شاهد على مود العراق. وحتى هيثم يوسف هو ليش شو اسمه بطل غنى، لان كان طلعت له فيديو لان جد الحسين كان مشغل اغنيته، فبع سرسرية شابندية 365 يوم بالسنة. الحسين انولد، العباس اجا، زينب راحت، كسر ضلع طهور السيد، اجا البابا، راحت الماما، جدي الباقر، جدي الساقط، قال الامام الساقط، حكى البلبول ما اعرف شنو، ومقضيها 365 يوم على هالرنه. البلد مبيوق، الشعب منهوب، حاطين لهم كان سافل سيبنديه السرسريه قاعدين يتونسون الاقحاء يعني الملل العراق باسم الحسين. يعني ما شايف واحد يعبد الحسين ويمشي ورا الحسين، بس مفتح ملاهي، مفتح بارات، وممنوع الويسكي والعرق يدخل للعراق اذا مو عن طريق ميليشياته. فدوى روح لك لعد، يعني هذا ابو علي حسوني يعني صدق در نفيسيا لعب بالعراق. العباس ابو راس الهوت، هذا الجيزر الارنب، ابو الارنب راسه هوت، زين ما خلوا شيء ما لعبوا. اما الطعن بعرض الرسول فهذا حلال، والطعن بأم المؤمنين هذا حلال، سب الصحابة حلال 1000%، السرسرية ساقطين. زين انت تقولون هذا ابن بيت رسول الله، زين اذا انتم رسول الله طاعنين بي وبعرضه وبصحابته، تريدوني اؤمن بواحد شنو انجازه؟ اكبر انجاز سواه زواج بنت كسرى، وألف رحمة على روح عمر بن الخطاب. حبيبي عمر ليش ابني هيك سويت؟ يعني إلا رحت فتحت لي بلاد فارس، هسه لو فاتحها الأسماء التهابات هم بها أقلها منجز. رحت فتحت لي بلاد فارس ليش؟ افتح لي السويد، افتح لي اسكندنافيا، افتح لي فد مكان بي خير. جيت وحطيت در نفيسك بلاد فارس، لو هالمرة تيجي تصخم وجهنا أكثر. تعال عيني على أبو حسين، حسوني تعال، حسوني تعال، هذه بنت كسرى، هذه واحدة إلك. جواري يوزع يعني بوقت الرئيس صدام الله يرحمه يوزع أنواط وسيارات وما أعرف شنو، ذاك الوقت يوزعون نسوان وين ما يروحون، در نفيسيين يهجمون على أبو فتوحات، ياخذون النسوان ويوزعوها بيناتهم، ودر نفيسيا احنا ناكل. هسه 2024 لليوم دناكل ودندفع الثمن، الله شاهد. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتتح، يعني انت رحت الا تفتح بلاد فارس، افتح لك بطل بيبسي، افتح لك قوطية 7 اب، هم كان افيد، اقلها من تضرب ثريد تشرب التريق. ايش فتحنا عسام، ايش سوينا هسه ببلاد فارس؟ درنا في سين سقطونا من الله خلقنا لليوم. قال لحسين وقال لفلان وقال علان وقال ما اعرف مين، هذا اللي حصلناه من الحسين. قعدنا على درنا فيس امه محمد 1350 سنه، ملايين انقتلت، راحت الاف الشباب والنساء واغتصابات وما كله على مود الحسين.
يا عمر بن الخطاب ليش حبيبي هيك؟ عيوني انت ليش هيك؟ والله لو فاتح لك قوطية بيبسي هواي احسن ما فاتح بلاد فارس. يلا سوينا هسه بلاد فارس، يلا يلا هسه اعطيني الفائدة ورا البث، اريدكم شو اسمه تكتبون شنو الفائدة اللي سويناها من بلاد فارس. درنا في سين تليفنا وبلاد فارس اخذتنا. والف شكر مرة ثانية لمتابعتكم ودعمكم وسؤالكم عني لما اغيب، لان والله العظيم العملية صارت فعلا مثل ما قال اخونا ابو امير قبل شوية، صارت مزعطة وصارت بلا ملح. كل من اجى وكل من اجى فتح له دكان وقال لك والله اني ارخ التاريخ وارشف التاريخ من سليمان جدرية على الخارط على فلان وعلان، اما الناس الشرفاء فهم الا صاروا الا، واللي موجودين عندنا هنا بالقناة احرار والحمد لله والشكر. حتى لو 10 احرار وياي كافي كافي، هو هذا كافي عندي، على الاقل شوية يصير عندي امل، ولو امل قدمت لجوء وبصمتها طلعت بالنرويج سجن التسفيرات، يعني تعطيني امل بانه اكو خير بالعراق، بعد اكو عراقيين اشراف، بعد اكو عراقيين اصلاء بكل دياناتهم ومذاهبهم وقومياتهم. انا ما اقعد مثل الخارط يتمرغل الولد ام حازم جماعة علي وياك علي يتمرغل بالقاع، هذول شلون هذه شلون تحكي على اسمه مقدساتهم؟ انا على ابوك لا بمقدساتهم، يا ابو الخير البيهم كافي اللي واقع كافي اللي واقع، قل له هلا عور عور ليش تتلوقون؟ اللواقة مالتكم هي اللي دمرت بلدنا، اللواقة والتمرغل للدولار هي اللي طيحت حظ بلدنا. شو وقت ما نكون صريحين ويا أنفسنا أولا قبل ما نكون صريحين مع الناس، هذاك الوقت بلدنا يرجع، بس ما يرجع بهذه اللواقة، ما يرجع بالتمرغل اللي روحوا شوفوا لطيف سب النبي سب الحسين سب هذه. أنا ما ساب لا نبي ولا حسين ولا أنا، أحشي لك على حسين اللي صنعوا لي إيران، وما خوفا حتى لو تريد أسب الأصلي ترى سويها ما عندي مانع، عود أنا والله نتجازة، عود أنا والحسين اللي قاعد بالجنة يضحك عليكم نتجازة. ومن قال أصلا هو هاي ما شبابه للجنة وما أعرف شنو هاي الكلاوات ترى والروايات والدرنفيسات مالتكم شبعانين من أدها. الله الوحيد اللي حاسب، لا نبي ولا ولي ولا أي شيء ولا أي قادورة، الله يحاسبني. ما الحق أي واحد يجي ويفرض علي دين أو مذهب بالأربعة وأربعين رقعة. تحياتي للجميع، ربي يحفظكم ويحفظ عوائلكم وتصبحون على ألف خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.